كان يا مكان في من 20-30 سنة كده، كان في اختراع اسمه التلفزيون. الناس كانت مبهورة بيه، صندوق سحري بيخرج منه الصورة متحركة، كان المصدر الأول للمتعة في العيلة. ولكن زي كل حاجة حلوة لازم يكون ليها نهاية، وأظن إن التلفزيون قرب يومه. أيوة، النهاردة هنتكلم على التلفزيون. ابدأ الفيديو. التلفزيون يا جماعة كان اختراع الجيل، كله عنده تلفزيون، كله بيحب التلفزيون. ولكن بعد الأبرايزنج للسوشيال ميديا التلفزيون بدأ يموت. أنا عارف إن لسه في ناس بتتفرج على التلفزيون بشكل منظم، بس واضح جدا إن العدد الكلي قل في الكام سنة اللي فاتوا. وأنا علشان أعمل فيديو ده عملت بحث رهيب جدا. أنا قعدت أتفرج على التلفزيون لمدة نص ساعة. أنا عمري ما اتبهدلت كده عشان أعمل فيديو، وأنا أكلت كالورينا ريبر قبل كده، وإن أنا أقعد أتفرج على التلفزيون ده كان أصعب. نفس الحاجة اللي بتتعرض بقالها سنين. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اخبار مشاهير ملهاش اي لازمة. طبعا نحب نرحب بجمهورنا الجميل اللي احنا اكيد مش دافعين له فلوس علشان يجي ويدي الوهم ان في حد بيتفرج على ولا حاجة اللي احنا بنقدمها، وان الكلام ده بيضحك. ودلوقتي نروح لأول خبر عندنا، ولكن بعد الفاصل. شوف بقى، عمرك كنت عاوز تروح تشتري حاجة كده بقى ولكن معرفتش؟ نزل أبليكيشن ترتتاجو بقى، لأنه هيخليك تقارن الأسعار وتعرف إيه الحاجة اللي انت عاوز تشتريها بقى. روح نزل أبليكيشن ترتتاجو. انت مش مصدق انا مدفوع لي قد ايه علشان اعمل الاعلان ده؟ انا اصلا مش مصري. واهلا بيكم مرة تانية. الخبر الاول عندنا بيقول ان الفنانة اللبنانية فانسي وجدي ممكن تكون عملت عملية تجميل تانية. طبعا احنا هنتجاهل ان هي كانت مشهورة من تقريبا 15 سنة، وان مفيش حد مهتم بالهبل ده، ولكن احنا ما عندناش حاجة تانية نعملها. ودلوقتي نروح للخبر التاني، وهو ان طيب دلوقتي البروديوسر بتاع البرنامج بيبص لي وبيقول لي ان احنا المفروض نطلع فاصل، ولكن احنا لسه راجعين من فاصل دلوقتي، ما ينفعش نشوفكم بعد الفاصل. وهو ده التلفزيون، لسبب كده لازم يخصبك يقول لك ده مشهور. ايوه ده مشهور دلوقتي، انت لازم تعرف عنه كل حاجه. انا عندي مشكله كبيره جدا مع برامج المواهب دي، لان هي ملهاش اي لازمه. اقل مثال ممكن اقوله، خلينا ناخد واحد من برامج المواهب دول وشوف لي حد من اللي فاز في اخر 10 سنين. هل انت تعرف عنه حاجه دلوقتي؟ هل هو بيعمل حاجه دلوقتي؟ لا. اساسا الكونسبت كامل بتاع الرياليتي تي في ده انا ضده، لان هو مش ريل خالص. هو ماشي على نص، وكل قناه بتعمل البرنامج بتاعها اللي بيمشي على الاجنده بتاعه القناه. يا شوف دلوقتي بيقول لك كام الف قناه وبتاع، ده ما يعنيش اي حاجه، لان كل القنوات شبه بعض. اول مثال، لو قناه اخبار هتلاقيهم بيقولوا لك احنا هنقول لك الحقيقة، وفي الآخر قناة الأخبار بتاخد طرف من الطرفين. لو قناة مسلسلات هتلاقيهم بيعيدوا نفس المسلسلات من 10 سنين، هي نفس المسلسلات عمالة تتعاد كل شوية. وبرامج الشبابية بقى، برامج التوك شو، يا يجيبوا لك واحد أو واحدة كانوا مشهورين من 20 سنة كده ويقدموا برنامج، يبقوا 24 ساعة قدامك على التلفزيون علشان يوروا لك موهبتهم إن هم عندهم فلوس.
واحسن نوعيه قنوات بقى ماي فيفورت، القناه اللي بتسرق افلام اجنبي من على النت وبتعرضها. الفيلم كان في السينما من اسبوعين، ازاي انت بتعرضه؟ تلاقي الفيلم تصوير سينما متصور من موبايل، ولينك الموقع اللي سرقه منه عمال يطلع كل شويه وبعدين ينزل. هو انت مفيش اي دم خالص. انا ليه بكره حوار القنوات ده؟ عشان القنوات بتكون محطوطه في موقف هي اللي بتختار انت تتفرج على ايه وما تتفرجش على ايه، على قد ما انت بتكون فاكر ان انت اللي عندك الحريه في اختيار اللي هتتفرج عليه. لا، انت بتتفرج على اللي هم عاوزينك تتفرج عليه. لو هم عاوزينك تتكلم عن حدث معين او ممثل او ممثله ما تعرفش ليه تتكلم عنهم اساسا، هتلاقيهم في كل حته، في كل القنوات هتقلب هتلاقيهم بيتكلموا على ده وبيتكلموا على ده، وغصب عنك انت هتتكلم عنه. دي ما اسمهاش حريه. انا مش عاوز اتغصب في الترفيه بتاعي، عشان كده انا شايف ان الانترنت هو المناسب، هو الاحسن، لان فعلا هو بيكون الاختيار عندك انت، انت اللي بتختار تشوف ايه وما تشوفش ايه. قبل ما اختم الفيديو كده، بس عاوزين نرجع ورا كده ونفتكر ايام زمان، ايام لما كان التلفزيون حلو. في رمضان كان بيتعرض مسلسل واحد او مسلسلين، مش 50 مسلسل وكلهم شبه بعض بس بيتغير في الطريقة، و5000 برنامج مقالب ملهمش اي لازمة كلهم فيكس، وبرامج الاطفال القديمة احمد حلمي لما كان بيعملها. انا شايف ان الايام دي كانت الجولدن ايج بتاع التلفزيون. وايه بس كده، انت لو لسه بتتفرج على التلفزيون عادي مفيش اي مشكله، ده كله بس مجرد راي. عندي ليكم سؤال، ايه اكتر برنامج قديم كنت بتحب تتفرج عليه على التلفزيون؟ قولوا لي اجاباتكم في الكومنتات بتاعه الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو، وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك على الفيديو ده بيساعد جدا. هو ممكن ما يبانلكش ان هو حاجه كبيره يعني ان انت تعمل لايك، عادي يعني مش مهم، بس ده يعتبر حاجه كبيره ليا، ف بس لايك. وكمان انا مش زي التلفزيون، انا بحطش اعلانات ربع ساعه كده في نص الفيديو. ولو انت اتفرج على الفيديو مش مشترك في القناه، اشترك في القناه. انا محمود اسماعيل، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.